قبل سنة من الآن وبذروة معركة البنادق والأكفان داخل المكون السياسي الشيعي، وما أعقبها من مواجهات بين الأخوة الأعداء بالمكون السياسي الكردي، كان المكون السني يعيش أيام ذهبية، تجري الرياح وتندلع الأعاصير وسفنهم راسية بفعل الاتفاق بين القوتين الرئيستين خنجر حلبوسي وتأمين منصب رئاسة البرلمان بيد محمد الحلبوسي. ولكن ليست البلية في أيامنا عجبا، بل السلامة فيها أعجب العجب. ومن بلية الحلبوسي اللي كشفتها المحكمة الاتحادية يتسابق المكون السني لتدارك ما يمكن واختيار بديل للحلبوسي. والحد الآن حوارات واجتماعات التوافق على مرشح بديل مستمرة، وتدخل عليها رغبة شيعية وتفرج كردي، والمهمة بديل يقبل زعماء السنة ونوابهم والقائدين الكرديين فضلاً عن أمراء الإطار ويمكن حتى فصائلهم. مهمة اختيار بديل للحلبوسي شكلها اقتربت من النهاية، والتطورات تجري كل ساعة. وبين تصريح رئيس كتلة السيادة بالبرلمان شعلان الكريم اللي أكد الحد البارحة بالليل عدم وجود اتفاق سني على شخصية معينة لخلافة الحلبوسي، وبين شبه الاتفاق اللي صار قبل قليل وانطرحت به مجموعة أسماء، ساعات معدودة وممكن تظهر أسماء جديدة وتزداد حظوظ مرشح أو تتراجع مقبولية مرشح آخر. وعلى الرغم من أنه الاجتماع الحاسم اللي صار قبل ساعتين بين قادة الإطار وتحالف القيادة، ونعني السيادة والتقدم، هذا الاجتماع اللي صار لتحديد المرشح لخلافة الحلبوسي لم ينتهي باتفاق سني كامل على مرشح معين، ولم ينتهي بدعم الإطار بالكامل لمرشح معين، وترك الموازين للنواب داخل البرلمان أمام ما لا يقل عن 10 مرشحين بالجولة الأولى. مع ذلك طلعت أسماء جديدة، ولكن الثابت حتى هذه الساعة إنه الإطار استلم بالاجتماع أسماء المرشحين لرئاسة البرلمان من تحالف القيادة، وهم سالم مطر العيساوي، شعلان الكريم، وعبد الكريم عبطان. وأما مرشح عزيم فيبدو أنه استقر على محمود المشهداني بعد امتناع مثنى السامرائي عن الترشيح. وهنا العصائب ودولة القانون مفضلين التصويت على مرشح عزم محمود المشهداني، وأما بدر والحكمة فمتجهين لدعم أحد مرشحي تقدم، وتبقى الاحتمالات مفتوحة إلى لحظة عثور المطرقة على يد الرئيس الجديد. بما أنه بلية الحلبوسي قد وقعت، فالإطار يحاول ضمان وصول رئيس برلمان صديق وحليف. ومثل ما قلنا قبل كم يوم، الإطار يميل لحلفاء معركة كسر نصاب رئيس الجمهورية بزمن التحالف الثلاثي. أما داخل المكون السني فيبدو أن هناك
قناعتين اثنتين، قناعة لضمان عدم تكرار نموذج دكتاتوري مثل ما كان يوصف الحلبوسي، وأما القناعة الثانية فهي الإتيان بشخصية لا تقل عن حماسة الحلبوسي ونزعته لضبط إيقاع المكون والمواجهة السياسية مع الآخرين لتحصيل حقوقه. يبدو أن الإطار اللي أطلق رصاصة بالظلام قد أصابت الهدف. هي هاي السياسة يقال فيها أنك يجب أن تعرف بدقة متى يكون ضرورياً أن تضرب خصماً جو الإحزام بشوية، ويقال فيها أيضاً أن كل المحاولات لتجميل العمل السياسي وتبريره تنتهي دائماً بالحرب.